طب انا هستأذن سعادتك بس لو تعليق بسيط بخصوص التصريح اللي تم، وبعد كده ان شاء الله بقيه الاسئله هيكون لها اجابه على موقع الحزب، هيكون لها اجابه على موقع الحزب ان شاء الله الحريه.com وعلى موقع اخوان امبابه ان شاء الله باذن الله. ما راي سعادتك في ان تاخذ محاكمات النظام السابق؟ هي مجموعه اسئله لو لخصناها في كلمتين بخصوص الجمعه القادمه. بخصوص الجمعه القادمه ملك للشعب ككل جمعه. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه، اي قوه سياسيه او اي حزب او اي ائتلاف يدعي ان الجموع التي خرجت او تخرج او ستخرج في المستقبل هي حشود هو لا يقول الحق. الشعب عندما يشعر بخطر يتهدد مسيرة الثورة يخرج، والدعوة القائمة لأي فعالية دعوة محترمة نحترمها ولا نستطيع أن نشكك فيها أبدا ولا نلوم أحدا يدعو إلى فعالية، ولكن القرار الحقيقي قرار كل مواطن، قرار كل مواطنة، قرار الشعب. أي إنسان يقول إن العشرة مليون أو الاثناشر مليون اللي خرجوا هو اللي خرجهم لا يقول الحقيقة. هؤلاء خرجوا بدوافع وطنية، بدوافع من داخلهم بطن لا يحركهم أحد. نظام مبارك اللي كان بيقول كده على الناس، يقول لك ده ناس بتحركهم، ده ناس بتدفعهم أو بتدفع ليهم. لا، إحنا نحترم كل دعوة إلى فعالية تريد أن تقول كلمة حق أو تعبر عن رأي، ولكننا نقول إن التوافق الوطني هو الذي يجب أن يكون سمة هذه المرحلة، ونحن نسير في مسيرتنا. أمامنا الآن تحديات كبيرة، تحديات كبيرة، وأنا أتكلم هنا عن حزب الحرية والعدالة. أمامنا تحدي بناء الحزب واستكمال هياكله والتعريف بمبادئه والجولات المختلفة في كل المدن والمحافظات. أمامنا تحدي آخر كحزب حرية وعدالة، وهو ترسيخ وتمكين التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي بدأ ب 18 حزب وأصبح لا بدأ ب 12 حزب وأصبح الآن 26 حزب، ونريد أن يستكمل مسيرته لأنه هذا ضمان لإنجاز التحول الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا. ولدينا مسار ثالث وهو الانتخابات القادمة والاستعداد لها، ونحن نسير في هذه المسارات جميعا معا. ومع ذلك نحن لا ندخر وسعا ان نتوافق مع القوى الوطنيه، مع الاحزاب الاخرى، مع الائتلافات، مع لجان التنسيق، على ان تكون لنا فعاليات قد نشارك في بعضها بقوه وقد نشارك في بعضها بتوسط وقد لا نشارك، وليس معنى هذا اعتراضا على احد، ولكنها اولويات الحزب يراها مناسبة له في هذه المرحلة. نحن نستطيع أن نشجع كل مواطن ومواطنة على أن يتخذ قراره من ضميره ومن داخله. نعلم أن هناك ناس في الإعلام يشككون في الفعاليات وهذا موقف غير كريم، ونعلم أن هناك ناس يتربصون بهذه الفعاليات ليشوهوا صورتها، ونعلم أن هناك من يريد أن يفسد على أي تجمع حقه في التجمع السلمي. التجمع السلمي والتظاهر السلمي والخروج السلمي حق أصبح حقا مكتسبا مشروعا للمصريين جميعا، لا يجوز أن يحجبه أحد عنهم إطلاقا بعد اليوم. طالما خرجت الجموع بالمئات أو الآلاف أو الملايين بصورة سلمية تعبر عن وجهة نظر أو موقف أو تطالب بمطالب مشروعة فهذا حقهم. قد يأتي في البرلمان القادم تنظيم لهذا الحق كي لا يتحول إلى تضارب، ولكن الحق لا يمكن أن ينتزع من الشعب المصري، لأننا أدركنا أن هذا كان هو السبيل لإزاحة الطاغية وإزاحة النظام الاستبدادي. كل من يريد أن يخرج فليخرج، من يريد أن يشارك فليشارك، من له رأي آخر هذا حقه، ولا يجب أن يحكم بعضنا على بعض آخر. ولكم مني كل الاحترام والتقدير الذين يكونون في الفعاليات أو الذين ينتمون، كل له رأي وحضر. نشكر لحضراتكم حسن الحضور.
وحسن الاستماع والى فعاليات اخرى ان شاء الله ومؤتمرات اخرى وباقي الاسئله ان شاء الله سيتم الاجابه عليها على موقع الاخوان اخوان امبابا وعلى موقع الحزب الحريه.com. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله.